تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 34 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2600 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 31 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 887,426 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,087 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,571 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 4,997 قضية مخالفة للمخابز. كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 78.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,761 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 525 طن. كما تم ضبط 144 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 731 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 195.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 918,590 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 199,649 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,882 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 191 سائقا منهم. كما تم المرور على 25 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 90 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 994 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,231 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,196 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,077 مخالفة ملصقات وضبط 36 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,995 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,770 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 74,570,106 جنيها.
وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 222 قضية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و100 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 44 قضية بقيمة مالية بلغت 115 مليون و 638 ألفا و 122 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2525 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليار و748 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,547,357 جنيها.